امال شوف بقى تعرف ترقص الترقيصه دي؟ ده فظيعه ده فنت ابن لذينه. عشان بس انا كنت وانا بختم الانترو كنت بتكلم فيما يخص تصريحات موسيماني بخصوص كهربا وانه ما طلبش رحيله للاعاره وانه جه من السفر لقاه عير من النادي الاهلي يعني ادى لما الكوره في ملعب اداره النادي الاهلي ان هي اللي مشيت. رايك ايه؟ كلام مش منطقي، كلام يخلي مجلس اداره النادي الاهلي في مأزق، يحرج مجلس اداره النادي الاهلي، لان الطبيعي جدا ان اي لعيب موجود في اي فرقه لو مشي او يجي براي المدير الفني. صحيح، ده رقم واحد. فمش المنطقي خالص ان يطلع المدير الفني او موسيماني يقول ان انا ما كنتش عايز كهربا يمشي. طب دليلك ايه؟ خلينا نقول نوضح بالدلائل. دليلك اللي انت كنت عايز كهربا يقعد ازاي؟ انت كنت السنه اللي فاتت ما بتلعبوش. صح. السنه دي في ماتشات للنادي الاهلي ما كانش فيه اصلا اجنحه وما كنتش بتلعبه برضه. فتصريح مش فاهم مش عارف اللي هو الاجازه اللي قضاها يعني لسه مش واخد باله ان دي تصريحات قويه وتصريحات بتبقى محسوبه عليه مدير فني النادي الاهلي نادي كبير. وبتحرج المجلس الاداره بتصريح زي ده. انت بتخلي في مشاكل دلوقتي بين اللاعب ومجلس الاداره، يعني هتلاقي كهربا يرجع يقول يتكلم او يحاول يوصل مين اللي مشاني؟ طب ما الراجل المدير الفني بيقول انا كنت عاوزه يقعد وكهربا ما كانش عايز يمشي. فدي امور كلها بتخلي في جدل كبير وبتخلي في عدم مسؤوليه من وجهه نظري، او ان انت تصريحك ده مش في دماغك. عارف انت التصريحات اللي هي بقولها سريعا او بحرج بيها قدامي او بشيل المسؤوليه من عليا، لكن انا شايف ان كهربا مشي عشان موسيماني مش عايزه. صحيح.